وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. أهلا بك سيدة دلال، ونبدأ من حيث ما انتهى الخبر، وهو بشأن الاقتراح بقانون الذي نوقش اليوم في مجلس الشورى بشأن إنشاء مركز البحرين لتسوية وفض المنازعات الرياضية. ما أهمية مثل هذا الاقتراح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكرك أيضا على الإيجاز بشأن هذا الاقتراح بقانون، وهو حقيقة فخورين اليوم أن تم الموافقة على هذا الاقتراح اللي تقدمت فيه للمجلس، وأيضا مما يعزز من فكرة أيضا القبول والموافقة على هذا الاقتراح هو توجهات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس الوزراء بشأن توجيهاته لدعم المنظومة القضائية بشكل عام. فهذا الاقتراح جاء مكمل ومساند لعدد وحزمة من القطاع الرياضي في التشريعات الرياضية التي صدرت مؤخرا المتعلقة بالاحتراف الرياضي، وخصصت الرياضة بشكل عام من إتاحة الحق للشركات في المجال الرياضي وكذلك المراكز والأكاديميات. ويتألف طبعا هو من 34 مادة، حرصنا أنها تتضمن تشكيل المركز ونظام عمله، وأساسا سيكون معني بفض وتسوية المنازعات إما بحكم القانون أو التي يأتي اتفاق الأطراف بشأنها. وجود هذا المركز سيحقق فعلا هيئة قضائية تكون متمرسة في العمل في المنازعات الرياضية، وأيضا سيكون لعوائدة من الرسوم وتسجيل المنازعات، سيكون ريادي لمملكة البحرين والمنطقة عموما للاحتكام بشأنها ونقل قضاياهم في هذه المنطقة، لأن اللي حاليا موجودة هي فقط المحكمة الدولية المعنية في سويسرا، وهي اللي طبعا تكلفتها المالية تكون عالية. فإن شاء الله سنعمل مع الحكومة للتوافق على هذا الاقتراح بصيغته عندما يكون مشروع قانون، وإذا تكون عندنا القدرة على إنفاذه وآلية إن شاء الله عمله، وأي ملاحظات بشأنه، ولكن متفائلين خير في هذا المركز، وأيضا أنه فعلا سينقل نقلة نوعية للبحرين في مجال الرياضة بإذن الله. سعادة السيدة دلال الزايد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.